السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، هذا البرنامج اللي راح نعرض به أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم بالبرنامج حتى نعرف آراءكم حول القضايا اللي راح نطرحها في حلقة صوتكم لهذا المساء. للمشاركة بالبرنامج أرقام البرنامج تشوفوها أسفل الشاشة أمامكم، تقدرون تتصلون بنا بأي لحظة من لحظات البرنامج على واحد من ذني الأرقام، عندكم رقمين للداخل العراقي وعندكم رقمين تحتها للساكنين في الخارج، ذني الأرقام اللي من المفترض أنه تتواصلون بها ويانا عليها. مشاهدينا الكرام، ملفنا الأول راح نتناول به قضية، هاي القضية هي إصدار الميليشيات الولائية اللي تعتبر نفسها أنه هي أو تسمي نفسها أنه هي المقاومة، أصدرت بيان اتهمت به كردستان العراق أنه يدربون مجامع مسلحة لأجل شيء معين، إضافة إلى وجود تحركات مشبوهة داخليا لعملاء دول الخارج على حد قول هاي الميليشيات. هدف هاي التحركات هو زعزعة الأمن، إشاعة الفوضى، وتمزيق وحدة الصف المجتمعي. هذا الكلام إجا بالوقت اللي حكى به قيس الخزعلي عن زعيم ميليشيا العصائب، اللي أشار بهذا الكلام مات عن وجود تجهيز لتظاهرات تتبع هاي التظاهرات صدام مسلح، ويجري التجهيز لهاي التظاهرات بمحافظة أربيل وتدريب هاي المجاميع في أربيل. هذا ما عدى ناشطين وإعلاميين أنه تحضير من قبل الميليشيات لاستهداف أي تظاهرة تخرج ضد أحزاب السلطة الحاكمة، وذلك من خلال استباقها بتهم العمالة والمؤامرة. هذا البيان اللي صدر في بداية الأمر، بيان مثل ما تلاحظون مذيل بما يسمى بالهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية بتاريخ اليوم. البيان يقول مواقف متشنجة تجاه سير عملية سياسية في العراق وألقت بظلالها على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلد وسط هذه الأزمة التي زادت من معاناة شعبنا الأبي، رصدنا عمليات تدريب لمجاميع مسلحة بأقليم كردستان برعاية مسرور البرزاني، فضلا عن تحركات مشبوهة من أدوات داخلية لعملاء الخارج هدفها إشاعة الفوضى والاضطراب والتخريب وتمزيق وحدة الشعب العراقي والنسيج المجتمعي ببصمات صهيونية واضحة، وإننا وكما هو العهد في مواقفنا وخدمة لأمن وأمان شعبنا نعلم سلطات أن سعيها الخبيث والنار التي يحاولون إيقادها سترتد عليهم وتحرقهم. مشاهدينا الكرام، بالنسبة إلى كلام قيس الخزعلي، قيس الخزعلي يتحدث عن هذه المجامع أو هذه الحركات بهذا الفيديو. ليست قليلة، قوة سياسية كثيرة تعلم هذه المسألة، ليست قليلة، هناك إعداد لتظاهرات، مع أنه في هذه المرة هناك شيء جديد، هناك إضافي، شيء جديد وإضافي، وهو الإعداد لإيجاد صدام مسلح، هم يسمون كفاح مسلح، يتبنون بشكل واضح بعض الجروبات. هناك استعداد وعمل حقيقي جرى من أجل تدريب جماعات مسلحة، وعندما يحصل الصدام تنتقل المسألة إلى مرحلة الصدام المسلح. وين تم تدريبه؟ معروفة المسألة بالمكان اللي يتواجد به الإسرائيليين، يتواجد به الموساد. كردستان؟ لا، مو كل كردستان طبعا، بشكل أساسي حسب ما تتهمون أنت في أربيل. بشكل أساسي في أربيل، على كل في أربيل منذ فترة يجري إعداد، هناك تمويل مالي حقيقي يدفع للشخصيات بعنوان ناشطين، هم مستوعبين هناك في فنادق 4 نجوم و5 نجوم، مجاميع تم تدريبها منذ فترة، مجاميع تم تسليحها. تفتيت وحدة المجتمع العراقي، يعني شنو كانوا يقصدون بها؟ اللي صار بالتظاهرات بالجنوب أو بثورة تشرين ما كان بتفتيت لوحدة المجتمع العراقي، شيطنة التظاهرات في أكثر من منطقة ما كان بتفتيت لوحدة المجتمع العراقي، دعشنت أولاد المحافظات المستردة من تنظيم إرهابي سيطر عليها نتيجة انحلال الجيش أو هروب الجيش، ما يعتبر تفتيت للمجتمع العراقي. لكن هذا البيان أو هذا الكلام اللي تكلم به قيس الخزعلي، رواد مواقع التواصل الاجتماعي اعتبروه تصريحات هي تهديد
لكل من يحاول الخروج بتظاهرة ضد النظام الطائفي الحاكم في العراق، وهي نفس التهديدات اللي سبقت ثورة تشرين. راح نقرأ لكم بعض التعليقات اللي اخترناها لكم من منصة الفيسبوك. أول تعليق ويانا بالحلقة من حمزة الجنابي يقول: هذا ديهيئ الجو لذبح أي منتفض والعذر موجود. ثاني تعليق من يوسف هودي: هذا الإرهابي يستبق الأحداث، وفي حالة حدوث التظاهرات ولتكن انتفاضة وثورة ستكون بقوة وإصرار لاجتياح كافة الفاسدين ومنظومتهم وأحزابهم وميليشياتهم، وتلقنهم درسا لا يمكن نسيانه. علي الطيب يقول: هو يعرف هالمرة ستكون أشد ولا عودة دون إسقاطهم، وأي متابع يعرف هالشي وشارع لا يخفي نبضه. وليد القطبي يقول: وجود السلاح خارج السلطة هو أكبر تهديد للأمن البلد، ربما يشتعل القتال بين الفصائل المسلحة والجيش أو فيما بينها، ومن سابع المستحيلات أن يستقر أي بلد وينعم بالأمان وهناك سلاح خارج الدولة. إذن التعليقات ذني حول ما بينه قيس الخزعلي أو الفيديوهات اللي طلعت في العراق اللي تتكلم عن وجود مثلا ميليشيات إرهابية في أربيل تحاول مثلا زعزعة الأمن والاستقرار بالعراق. المشكلة أنه زعزعة الأمن ووحدة الوطن، يعني وحدة المجتمع العراقي، هم شلون يقروها؟ هل يعتبرون أن العراق اليوم بوحدة؟ هل يعتبرون العراق اليوم ينعم بالأمان؟ هل يعتبرون العراق اليوم ما بمشاكل؟ هل يعتبرون السلاح اللي موجود بإيديهم واللي خارج نظام الدولة أو خارج سيطرة الدولة هو صحيح؟ وإذا يقولون لا، خلونا نتذكر مثلا ثورة تشرين اللي طلعت على مطالب من ضمنها اللي هي كلا للفساد أو الريد وطن أو برا برا إيران، وتظاهرات الإطار التنسيقي اللي واحد من زعماء قيس الخزعلي اللي صارت وراء الانتخابات اللي رفضوا بها النتائج لأنه ما حصلوا مقاعد. المهم، إذا طلعنا من هذا الملف، وأنا أتمنى شاركوني على حول هذا الملف، ملفنا الأول اللي يتكلم عن الميليشيات ومحاولاتها لشيطنة التظاهرات اللي قالوا عليه المعلقين في بعض التعليقات اخترناها لكم أنه هي هاي جزء من نظامهم أو جزء من محاولاتهم الاستباقية حتى يقمعون أي تظاهرة تطلع ضدهم. أبو عمر من بغداد، حياك الله. أبو عمر، عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. ألو، هلا بيك يا غالي. شلونك؟ صوتك جاي يقطع. لا سمعك يعني بوضوح، بس ما تسمع الصوت جاي. ايه هسه تمام، تفضل. حياك الله استاذ افل. استاذ افل، بالنسبة دور الميليشيات والقادة واحزاب الميليشيات، ما بين هم الطرف الثالث يعني من تشكيلات هاي من الأنظمة الإرهابية مثل مقتدى الصدر، قيس الخزعلي والمالكي، وكلهم هذول القادة هم الزعماء الميليشيات، هم الطرف الثالث يقتلون الشعب العراقي ويحاولون أن يسكتونه ويحاولون أن يدمرونه. ليش؟ لأن السبب لأنه هم ناس يعني فاشلين وناس متعمدين خراب تدمير العراق. فالتظاهرات اللي تحدث بالبغداد او محافظاتنا الشماليه هذه استاذ افت تظاهرات ترعبهم وتخوفهم من سلطه الاحزاب وقاده الميليشيات، تظاهرات حقيقيه بخوف عراقيين وطنيين كفار الوطن للشعب، اعاده الشعب العراقي من هذول الناس اللي سرقوا اموالنا ودمروا العراق. طيب وضد القوات الامنيه وينهم؟ احنا نحمل دورات يعني كافه المنتسبين لوزاره الداخليه وزاره الدفاع. طيب هذا مو يكون واجبهم ان هم يكونون يعني مع اخوتهم المتظاهرين وحمايه المتظاهرين؟ اشو قيس الخزعلي ميليشياته قاعد يهددون بالتظاهرات
ويقولون بانه اكو ناس اجنه خارجيه اللي تدعم المظاهرين. وين الاجنه الخارجيه؟ ما عندكم ديول، عندكم ايران وراكم، امريكا وراكم اللي نسيتكم واللي تدمرون هذا البلد العراق، بلد العراق العظيم اللي صار له 20 سنه اللي هو متاثر من السجون ومن التهجير ومن العطاله والبطاله. كل هذه شنو اللي سويتوه اللي قدمتوه للعراقيين على مود التظاهرات؟ ما تطلع لا بالشمال ولا بالجنوب ولا بالوسط اي شيء. ستة محافظات انتفاضه صارت عليها وكلهم بيديهم عباده، ولحد الان اولادنا والنازحين بالسجون ما نعرف شنو مصيرهم، عايشين ميتين. النازحين لحد الان كلهم 12 سنه و10 سنين متواصلين. طيب انتوا تعطون فرصه للشعب العراقي وقدمتوا له اصلاحات، قدمتوا له تطورات، لكان الشعب العراقي هو احتضنكم، بس الشعب العراقي كله رفضكم لانتم سبب الخراب دمار العراق، سبب تهجير البلد التحتيه. نعم نعم. ما عادت منها لا تنظيم ولا اعاده، كل هاي المصانع اللي دمرتوها بسبب تصرفاتكم اموالكم. نعم شكرا شكرا لك ابو عمر. ابو عبد الله من اربيل حياك الله. الو السلام عليكم. السلام والرحمه والاكرام اغاتي. احييك وحي مشاهدين برنامجك. حياك الله يا غالي. استاذ بالنسبه للتهديدات والحكي هذا اللي يحكوه، اي هو باوع العراق، العراق صايره مثل يعني مثل حياه مصير. نعم. اي والرئيس السوري راح لإيران طلب منه شخصيا، قال له حتى حدد له وقت. هاي معلومة طبعا أخذتها من الأستاذ نزار حيدر ذات عرضة بأمريكا محلل، قال لازم تسحبون نعم آخر بس مستشار إيراني. الصوت قام يقطع، قال لك شنو؟ قال له لازم آخر مستشار ايراني بسوريا لا اشبك عند بس العراق، الاذرع مالته تقريبا تقطعت عند بس العراق هسه. وهاي الميليشيات اللي تهدد اربيل وتهدد المتظاهرين وتهدد مال شنو. شوف يقولون الحزب الديمقراطي زين ابو عاد هم مشتركين اصلا بالحكومه، زين ليش هم ما عندهم يد ويا اسرائيل؟ ليش بس الحزب الديمقراطي عنده؟ قال الاتحاد الوطني هم حلفائه ويا ابو التنسيقيين وياهم، فبيهددون هاي بيسبقون الاحداث. نعم نعم نعم. يعني هم بيخططون حمود يضربون اربيل همينه. نعم. هاي كل مره كده. والشغله الثانيه صايره بايران هاي الاغتيالات مال جماعه مع سيد ما تسمهم هذول ضباط استخبارات ما ادري حرس ثوريين شنو الكاتبين، هاي كل ما تصير ضربه بايران او يطلعون حلقتهم لو باليمن، شوف لو باليمن لو بالعراق لو بهالمكانات هاي طلعوها. نعم. هم ما عندهم حكي صحيح. نعم شكرا 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 لك ابو عبد الله. احمد من مصر حياك الله يا احمد. السلام عليكم استاذ جعفر. عليكم السلام والرحمه والاكرام. بحييك وبحيي قناه الرافضين البطله وبحيي القائمين عليه. حياك وبياك يا غالي. الله يسلمك. بالنسبه للحكومه الحاليه انا متابع العراق الشان العراقي منذ 2003 منذ سقوط الاحتلال الامريكي والايراني والدول القاسيه والدنيا تامر على العراق، لان العراق كان لها كلمه في المنطقه وما كانش حق كل من هب ودب بيضرب في العراق. نعم. لان ما لهاش مؤسسات ولا لها جيش ولا لها اي حاجه، لان كان لها جيش قوي كان برابع المنطقه ما كانش حد يقدر يتحكم في الشان العراقي، وكان لها كلمه في المنطقه وكان العراقيين يسافروا اي دوله كانوا محترمين في اي دوله ولهم كيان ولهم هيبه، كان العراق لها هيبه. اما مصطفى الكاظمي الميليشيات تقصف بيته وتقصف المطار وتقصف او في البارحه صدام الدولي، فهذه مش دوله، ده دي ميليشيات وكله الهب ودب بيتحكم فيه. ورئيس الوزراء يقول لك انا رئيس الوزراء لا يهب ولا يهب ولا يخلي من جوه ولا بيقول شو بيقولوا. المفروض ان الشعب العراقي يقوم على هذه التهمه الخبيثه الذي تنهب
تلاش في 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 صدور الشعب وتسرق خياراتهم ويرجع له كرامته وهيبته في المنطقه. نعم. والسلام عليكم. شكرا شكرا لك اخ احمد وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من الحله مركز محافظه بابل ام مريم حياك الله. حياك الله. هلا بيك يوم. هلا بيك يما. نحييكم ان شاء الله على هذا البرنامج الحلو. يسلمك ربي. هذا هو من يطلع يقول سائلين ما اعرف شنو هو ما يبعن نفسه سوى الرقم. نعم. شن لونهم؟ نعم. مي ماكو. خدمات ماكو. شنو سوا هم؟ من جاي يضربون هذا بريال يكتبون بها علي مدير. بس اسالهم هم شنو سووا لنا اخي؟ نعم. انا بالنسبه لي عندي شهداء اثنين، شنو سووا؟ ابني وزوجي. نعم. شنو سووا لنا يا يابا؟ اللي يشوفون روحهم يروحون لايران يقعدون بها احسن لهم ذولا. نعم. هو ذاك وطنهم، احنا مو وطنهم هذا. بدل ما يدافعون عنا يدافعون عن الوطن، يقولون هاي الفقراء، هاي الارامل، هاي العالم العاشر الضيم، هذا المي ماكو. جاي دافعنا عن اي دور اسرائيلي يمي، وين هي اسرائيلي يمي؟ انا طلع علي وعلى اسرائيل. نعم نعم. جزاكم خير يا ابو على هذا البرنامج. شكرا شكرا لك ام مريم. مشاهدينا الكرام، التظاهرات بالنسبه الى الخريجين مستمره، وخصوصا ايضا اصحاب الشهادات العليا في العراق المطالبين بالتعيين من سنوات. مجد ما وجدوا اي تلبيه لرغباتهم او اذان حكوميه صاغيه لمطالبهم، علما أن هاي التظاهرات دائما تتعرض للقمع من قبل القوات الحكوميه. من محافظة بابل طلعت تظاهرة للخريجين التربويين غير المحافظين، هاي المظاهرة طالبت بتوفير وظائف لهم بعد سنوات من التخرج، وطالبوا بالنظر إلى قضيتهم ومعاناتهم خلال سنين الانتظار. خلونا نتابع. التظاهرة في محافظة بابل، محافظة كربلاء هي ثاني همين طلعت بها تظاهرة حاشدة لخريجي كليات التربية بالمحافظة، وطالبت هي الأخرى بالتعيين. طبعا إذا صار أكو تعيين يعني أكو اهتمام بهذا الموضوع، لكن اللي دا يصير بالعراق خريجين أكو دا يعانون من تسويف حكومي أبد ما إلا أي مبرر. طبعا مو بس محافظة كربلاء أو محافظة بابل هاي التظاهرة بها، محافظة ذقار أيضا طلعت بها تظاهرات، بس اللي راح تشوفوه هسه مو بهذن المحافظات. الفيديو الثاني اللي موجود عندنا موجود بالعاصمة العراقية بغداد. هذا الفيديو اللي تشوفوه باعتداء للقوات، قوات مكافحة الشغب، اعتدوا بالضرب على منو؟ على حملة الشهادات العليا. ذولا ما طلعوا انه ديثيرون شغب او طلعوا شايلين مثلا قنابل وديفجرون، لا طلعوا ديتظاهرون امام مجلس الخدمة بمنطقة العلاوي وسط العاصمة العراقية بغداد، طالبوا بحقوقهم اللي هي توظيف، بمحاولة من تلك القوات لتفريق تظاهراتهم مثل ما قالوا. خلونا نتابع. Oh, my God.
خلوها تشوف الأحزاب اللي تدعي أنه هي أحزاب إسلامية، لأنه رسولنا الأكرم يقول بالحرب لا تعتدون على مرة مو خريجة وحاملت شهادة عليا، كانت تكون حاملت شهادة ماجستير أو دكتورة ده الطالب بس بتعين. طبعا هذا الموضوع ما مش مرور الكرام، أيضا اخترنا لكم بعض التعليقات اللي طلعت على موقع الفيسبوك. سرمد الطائي يقول هسه خلي عينون المحاضرين الخريجين القدماء اللي صار لهم سنين متخرجين ويحاضرون بالمجان، حسبي الله ونعم الوكيل. نور المظفر تقول اسمعوا أصواتنا كلا لتهميش حقوقنا. ومرتضى كريم يقول دولة تلتفت للخريج فقط من يرقص ويحتفل ينتبهوله ويتخذون بإجراءات كاملة وتوصل للفصل، بس من ينام بالشارع على مود حقوقه هنا ما حد يقلبه ولا يدير لبال ولا ينطونا حل ويعتبرونه مخرب. ومثنى الضرغام يقول ندعم مطالب الخريجين غير المحاضرين ونطالب بإيجاد حلول لقضيتهم. مشاهدينا الكرام عندنا اتصال ماجد من بابل، حياك الله يا ماجد. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. أخويا من وصول هذه الشات والأحزاب التابعة إلى إيران هذه ما جاءت لتعمير العراق، بل دمروها للعراق، ذهبوا أمواله، اعتداء على الناس، اعتداء على المتظاهرين. نعم. ارتكاب مجازر وإراقة دم، وعلى أيدي هؤلاء اللصوص الأقدام، وعلى رأس هذه الميليشيات سرايا السلام وقائدها الطاغية المجرم. نعم، استوى لنا مقتل صدر هذا المجرم، استوى لنا. هل إحنا ننكر ماذا فعل مقتل صدر ومليشيات؟ نعم. رأيني؟ ما أحد ينكر ماذا فعل مقتل صدر وميليشياته ضد المتظاهرين والناشطين. يعني ننسى دماء مهند القيسي متظاهر ناشطين أخر في الناصرية، في بغداد، في أماكن أخرى. يعني شلون هذا الطاغية المجرم الفاسد أن يكون أن يحكم العراق؟ هذا حتى عن بقية الميليشيات الأخرى المستبدة الفاسدة. يعني اليوم هم يهددون ليس العراق، ليس سوريا، ليس لبنان، اليوم يهددون المملكة الأردنية الهاشمية. هؤلاء الطغاة، هؤلاء المفسدين. نعم والله العظيم ميليشيات وقادة وحتى رجال الدين اللي يسمون مذلة وسرقات. نعم. نعم نعم. من ناحية أخرى هل إحنا ننكر ماذا فعلت المتظاهرين وضد الأبرياء في أماكن أخرى؟ يعني ما زالت هؤلاء المعتقلين في سجون هذه الميليشيات وهذه الحكومات الطائفية العنصرية، تحتدي على النساء، تحتدي على هذا مو نظام، هذا نظام قمعي. هؤلاء خدام المحتل، هؤلاء كل عملائه أدواته. نعم، شكرا شكرا لك اخ ماجد. ام وسام من الطارميه، حياك الله يا ام وسام. السلام عليكم، يحييك يوم، شلونك؟ عليكم السلام والرحمه والاكرام، هلا بيك يمه. هلا بيك خاله، هلا بيك. اقول لك خاله، نعم، هم حلوا لنا مشاكلنا، دا يحلوا مشاكل العراقيين اللي بالخارج. هم ايش سووا لنا من حل؟ حكومتنا ما تفيدنا، والله ما تفيدنا. هاي صار لهم ايش قد كراسيهم متعاكين عليها وكل فايده ماكو. يوميا يأجلوننا موعد، يوميا يأجلون موعد، يوميا قالوا عفو عام، يوميا قالوا راح يحطونهم حكومة جديدة. خلاص شو استفاد يعني احنا من عندهم؟ نعم. شو استفاد يعني؟ ما شوف الناس هتزك الخارج تشتغل هناك، النوب هناك ولحقوهم. لحقوهم هناك قام يأذون بهم خطية، هذول الطلاب اللي تخرجوا وخلصوا، شو ذنبهم ذولي؟ شو ذنبهم؟ لا وظايف، لا شغل، لا عمل، كل شيء ماكو. نعم. شو ذنب هالناس؟ يعني والله ضلينا حايرين. هسه ولدنا اليوم نقول باكر يطلع عفو، مصطفى الكاظم كل شيء ما يسوي، كل شيء ما يسوي اصلا، ولا اي مشكله. يوميا على التواصل مع الفلوجه ايش قد يطلبون من عنده؟ والله خاله كل شيء ما سوى، كل شيء ما سوى، حالهم يحشون ويسولفون ويتعبون نفسهم، كل فائده ما من عندهم. حكومتنا ما تفيدنا، ما تفيدنا، عمل يعفونا بحالنا احسن لنا. احسن والله احسن، يعفونا بحالنا، كل شيء ماكو. لا سوى لنا حل، لا طلعونا سجين، لا وظفونا واحد، لا فتحونا رعاية، لا فتحونا وظائف. يعني شنو فتحونا يا شنو؟ شنو اللي سوونا يا؟ كل شيء ما سوونا.
نعم. بس تعب زايد ومظاهرات ومتعبين هذا ومتعبين ذاك وكاتلين هذا وكاتلين ذاك، شنو الفايدة؟ كل فايدة ماكو. نعم. كل فايدة ماكو، فكل ما يقعد مكان أحسن له يسكت والله. نعم. والله ماكو أي حل. شكرا 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 لك أم وسام. محمد من أمريكا، حياك الله يا محمد. ألو، السلام عليكم أستاذ أسد، حي قناة الرافدين والكادر عمري. حياك الله أخوي. أستاذ أسد عيني أنت، أستاذ أسد ذولا هم هم الأجندة تحكم العراق، ليس ذولا ذولا حيشاتهم خليهم ذولا الطليان يفكرون بيهم، تبي لك الله هم حرس الثوري الإيراني ليحكم البلد، ليس عندنا هذا المقدم علي خطية، كيف يدم هذا المعمم يهرب المعمم العمامة مالته مخدرات؟ خطية لاعبين بيطابوا يوميا ناقلين المقال، البارحة طلع يناشد نسبة التاريخ، يناشد يناشد نسبة التاريخ مقتدر، وهذا كل شيء يسوون عندك كفيلك الله كفر قبر دبوه بالسجن. نعم. دولة هاي دولة الإرهاب، دولة الإرهاب عمي، كفيلك الله حتى الحنطة لحد الآن الحنطة جاي عقوم بيها هم الميليشيات التابعين لإيران، ذولا ربع الله وحزب الله جماعة مقتدى المجرم. نعم. جماعة هادي العمري لا تقاهم الله، إن شاء الله الله يهجمها على بيوتهم وعلى. نعم. عوائلهم والله يهجمها هجم. وحي قناة الرافدين. شكرا 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 لك أخي محمد. راح ننتقل إلى ملفنا الثالث، ملفنا الثالث بقضية فساد، بقضية فساد، وهي ضحك صراحة، لأنه الفساد اللي صاير بالمشاريع الخدمية بالعراق ببلاوي. ناشط من محافظة النجف يكشف الفساد في إكساء أحد الطرق الرابطة بين قضاء المشخاب مركز المحافظة. المشكلة أنه الشركة المنفذة جابت تراب تدفن به الشارع، التراب اللي دفنت به الشارع هو تراب عادي، مو التراب اللي المفروض معالج أو تراب خاص لتبليط الطرق اللي احنا نعرفه باسم السبيس. خلونا نباوع، خلي يشوفون ناسنا واهلنا ومجتمعنا ايش جاي يصير بالسايد الثاني قضاء المنازل والمشخاب. هذا قدامي الجلمود، هذا السبيس اللي وصلوا الى المرحله النهائيه، بعد التراب اكو سبيس. شوفوا ايش جاي يصير بغياب المهندس المقيم، بغياب القائم مقام القاعد قريه الغدير وحايف المشخاب. شوفوا جاي يصير، تعالس خلي شوف المحافظ وحيدر الميالي رئيس لجنة الإعمار في النجف. هذا تراب، هذا تراب العصية، شلون ينخبط التراب ويا السبيس بالمرحلة النهائية؟ هذا مستغلين الوضع لأنك عجة وذبوهم قبل شوية. تعال هذا، وهذا تراب، هذا تفضلوا هذا، هذا تراب، وهذا السباح، هذا السباح الضحية ابني وأخوي وجيراني وأخوتي الشارع أخذنا وحصدنا، ما معقول غياب الرقابة عن هذا المشروع اللي دمر المدينة. الناشط اللي طلع بهذا الفيديو ورا ما انتشر هذا المقطع بصفحات الفيسبوك وتداول الناشطون وقامت العالم تحكي به. شركة المنفذة بنفس الليلة شنو اللي سوته؟ كل اللي سوته هي راحت شالت التراب اللي كانت مجهزته لعملية الإكساء. طبعا هذا الشيء حتى تغطي على عملية الفساد اللي صايرة بهاي القضية. تفرجوا رأي العام إلى المسؤولين في النجف الأشرف، إلى المحافظ، إلى هيئة النزاهة. اليوم الظهر نزلنا منشور وقلنا أكو تلاعب، تلاعب بالسايد الثاني بخصوص التراب، بخصوص السبيس. وهذا أمامكم الآن بعد ما انتشر المنشور أو الفيديو. الآن الشركة ترفع بالليل، هذه آلياتها ترفع بالليل، يعني ما يردون الموضوع يبقى للصبح. هذه أمامكم من موقع الحدث، هذه آليات الشركة. أكو شيء جاي ينخفي، شنو الشيء ما نعرف. فهذه أمامكم، أمام الرأي العام وأمام النزاهة وأمام محافظ النجف. هاي الصورة اللي بينها الأخ في المشخاب، أيضا هذه القضية ما يعني تفاعلت وياها المنصات والرواد على منصة فيسبوك من خلال التعليقات على الموضوع، ومنهم من شكر الناشط على جهده بكشف الفساد، وآخرون انتقدوا الفساد المستشري بالعراق. راح نقرأ لكم بعض هاي التعليقات.
ابو حسنين العبود يقول احسنت، ما يفيد لا قح ولا غير، الفساد اصبح كسرطان بدماء المسؤولين. تعليق ثاني من زيد العامر يقول من امن العقاب ساء الادب، اكيد اكو واحد راسه كبير ورا هاي الشركه. وتعليق من ستار كيكو الشمري يقول لازم الشعب يحاسب الفاسدين اللي ما حد يخاف على حقوق الشعب. وتعليق اخر من زيد الجناب يقول عاشد ايدك والله بطل، هذا اكبر دليل على فسادهم، افضحهم وكلنا وياك. كانت هاي اغلب التعليقات اللي انتشرت حول هذا الموضوع. حميد ويانا، حياك الله يا حميد من دياله. السلام عليكم عم محمد. عليكم السلام والرحمه والاكرام اغاتي، هلا بيك يا غالي. من حميد من خانقين محافظه دياله. حياك الله وحيا الله اهالي خانقين واهل محافظه دياله. استاذ ابل انا عمري 85 سنه. لك طولة العمر عمي. الله يطول عمرك. فا احنا من خانقين بيننا وبين ايران ماكو بس نهر وقريه ضبالنا وقريه ضبالهم. معروف، نعم. فا من ذلكت هاي القريه تعبر عدينا على قريه تاخذ الغنم وتاخذ البقر وجهار. زين. انه بيجون يحرقون الزرع مال. زين. وبال 75 75 انا اخذونا جندي اخذونا بالجيش الشعبي. نعم. جدا ولا. فانا اريد اسالك سؤال استاذ اسد. نعم. فاخذونا شفت الجيش هذا العراقي وشفت المدافع وشفت القوات وشفت الهاي كل الطائرات تروح ثمان سنين بعد حرب يلا شويه شحناهم عنا. فهسه كمون البلاد هم انت تعرفهم بال ارى هذا ابو المهندس زين وقاسم سليماني وهاي انا بدي اسالك هذا زين هالسؤال المظاهرين لما يتظاهرون هاي ايش راح يسوون بقوه ايران وهم ايران الحاكمه البلد جاوبنا رحمه على امك وابوك. نعم شكرا لك استاذ حميد. عمي حميد انت سالتني سؤال انا ما عندي جواب عليه لانه انا ما اعلم الغيب. اي رقم واحد، المتظاهرين دي يطالبون ببلد، دي يطالبون بوطن، دي يطالبون بحقوق من ضمنها خروج ايران من البلد. يعني انت قلت ايران دي تحكم البلد، هم ايش راح يسوون؟ هم دي يتظاهرون او ثوره تشرين او العراقيين دي يقولون ايران برا برا، اذا هم يريدون يخلصون من عندها. اضافه الى ذلك هم يقولون كلا للفساد، هم ما يريدون فساد. فالوضع ما بي استاذ العزيز انه ايران هي المتحكمه بالبلد والشعب رافض تحكم ايران بهذا البلد، اما ايش راح يسوون؟ فاين نسالها لهم. مشاهدينا الكرام، ملفنا الاخر راح نتكلم به عن ازمه شح المياه والجفاف بالعراق. ازمه شح المياه مو جديده، ازمه شح المياه متكرره بالعراق خصوصا في السنه الاخيره. اهالي قريه ال عبد الله بمحافظه قادسيه جنوب العراق ناشدون بتوفير المياه لمنطقتهم اللي يقطنها قرابه 4000 مواطن. وناشد أهالي المنطقة الجهات المختصة بعد انقطاع المياه عن منطقتهم من 5 أيام، ويأتي ذلك مع بداية موسم الصيف والعواصف الترابية اللي تجتاح مدن العراق. خلونا نتابع أهالي قرية آل عبد الله. أما هذا حالنا، ماي ماكو، جوادي متوش الماء، قطعنا العطش. وين المحافظ مال الديوانية؟ هاي عمكم ماي؟ والله تعال حقي تعال. عمو ماكو ماي؟ ماكو. هت تشوفني وندوع الثريمة. نوع الثريمة ليش؟ هاي الثريمة وقاطعنا العطش كفيلك العباس. نوع ماي ماكو يجلس شراب. شراب صار له 5 أيام ما سمحوه. ليش؟ حتى انفخت كل ما يقطع الماء عندنا. نوع حالي واجد اشوف المواطير. حلال حلال
الزمن 22 سنة 22 ماي ماكو غير المحافظ الدنيا فوري هاي المقام وطعن الرطش عم مالي شراعة سليم تمي شراب شراب الله أكبر يا الله. يعني المعاناة اللي دا يذكروها هنا أنه بالعراق سنة 2022 ماكو مي، محافظة القادسية نفس المشاكل بها، لكن هسه احنا عندنا فيديو ثاني مو بقرية آل عبد الله، لا الفيديو هذا في قضاء الشامية، انتشر فيديو يبين شحن مياه الإسالة بالقضاء، الفيديو يقدم شكوى أهالي قضاء الشامية ومعاناتهم من قضية شحن مياه، خلونا نتابع. حفار حرجة تابعين القضاء الشامية محافظة الديوانية خام، ما حد يعرف قضاء الشامية عمي قيم مقام مال الشامية مشي عليك الله، عائلتك هم نايمة بدون تغسيل، عائلتك هم كاتلة الوصاخ كاتلة العرق، بيتك ما بي ماي من رحم الوالدك من رحمن ربك الخلقك انت وبالماي. انا جار هذا منطقة حفار حرجة شوف بعينك، شوف شوف هاي ورا الشارع العام، أنا بيتي هيجي الله وكيك بيتي هيجي صاير 400 متر تقبلونها هذا هسه هذا شوف هذا ماطور يشتغل ما بي حسة ماي، صار شهر كامل ما عندنا ماي، منطقة كاملة ما بي حسة ماي. عمي عندك ماي يا ولد؟ ها ما عندك؟ هذا منين؟ هذا من البرقة لو مو من البرقة؟ ها عم هاي المواطن شوف بعيونكم، انت القيم مقام انت ابو الماي عمو ماكو هيك خاطر النبي محمد. ايضا هاي الفيديوهات لما نشرت يعني التعليقات على موقع فيسبوك نشرت حول هذا الموضوع او كتبوا وعلقوا حول هذا الموضوع، عندنا حسن الزيدي يقول معقوله ما حد عنده غيره ويشوف اللي دا يصير بالناس الله اكبر. عندنا ابو عبد الله المعمور يقول والله الا يرجع العراق الى العصور الوسطى بوجود هاي الحكومات. ودكتور جيهان القيسي تقول حكومة جعفرية وضاحكة ويدعون أنهم إسلام ونصرة المذهب وهم من دمر الإسلام والمذهب. وآخر تعليق من طيف المهداوي هو العراق كله سيكون وضعه كارثي. هاي التعليقات حول هذا الموضوع. أبو علي حياك الله يا أبو علي. الله حييكم حياكم الله سلمك الله والله. تعرف نعم بالنسبة للتهديد قيس الخزعلي نعم الأربيل أعتقد أني ما فهمت التصريح مالته هو، لأنه أنا ما أسمع هذول الميليشيات. التصريح مالته يقول أكو تظاهرات، هاي التظاهرات هي مو تظاهرات، هي حركات دا تصير هناك، مجاميع دا تتدرب هاي المجاميع، وأكو يعني عملاء لدول الخارج دا يتحركون داخلياً ينطلقون كل هاي الحركات والتدريبات العسكرية دا تصير تنطلق من أربيل لزعزعة الأمن العراقي وتفتيت لحمة المجتمع العراقي. نعم يعني هم على أساس مسوين أمن بالعراق ها، والثوار والمتظاهرين اللي يطلبون أبسط حقوق الإنسان يزعزعون الأمن. هو ما حد دمر العراق غير هاي الملي، هو يصرح دائما يقول إحنا ديون الإيران، هو هذا قيس الخزعلي يقول احنا ديون الايران. انا اقول له تعرف معناه الديون شنو؟ انت عميل خائن، والعميل الخائن يعني مثل ما يبيع شرفه يبيع بنته يبيع اخته يبيع ارضه العميل الخائن. نعم يا اخي دول عملاء خونه مجرمين قتله ما ينفع معاهم. انا قلتها 1000 مرة يا شعب العراقي اصحى من النوم. هذا النوم السبات اصحى منه. اليوم عجاج بالعراق، يومية عجاج بالعراق، قطعوا عليكم المي، جرفوا عليكم البساتين، حرموكم من الكهرباء. نعم مستشفيات ما عند بعد. شنو بقائك انت؟ شنو ساكت اخي؟ شنو ساكت؟ نعم اطلع خلص نفسك وخلص العراق من هاي الميليشيات الارهابية. نعم شكرا لك ابو علي. وردنا إلى فقرة أو خدمة أنت ترى اللي استحدثتها قناة الرافدين إلى السادة المشاهدين لعرض ما يصورون أو يوثقون تظاهرة لعدد من اللي وزعت لهم أراضي سكنية
قرب المدينة الرياضية في محافظة البصرة. المتظاهرين انتقدوا وعود المحافظة الكاذبة بعد توزيع 5000 قطعة سكنية عام 2019، والحد الآن ما حد استلم أي سند، خصوصا المواطنين اللي قدموا هاي التظاهرة. قدمنا على الانترنت على الرعاية والقطع الأراضي من 2019، وزعنا المحافظ بالمدينة الرياضية وقال سنداتكم تأخذونه من عقارات الدولة من 2019 ولحد الآن ما مرة يقولوا لنا اللي عنده راتب رعاية، مرة مشمول اللي ما عنده راتب. قد عددكم؟ 5000. احنا 5000 بس اليوم جايين، كل واحد من عندنا سيمثل مجموعة احنا. 19 لحد الآن واجهكم المحافظ؟ شايفين احنا المحافظ ما شايفين احد. يعني تروح المحافظة عقارات الدولة ذبنا على المحافظة، المحافظة ذبنا على العقارات الدولة وظالين بين البينين احنا. زين عميد طلع بك فجأة من عميد يقول عقارات الدولة؟ ما حد يحاجين اخوي، كل من قاعد المكتبة وتبريد عليه. السندات كاملة؟ السندات كاملة على اساس من 2019. ليش ما يقبلون يوزعوها؟ هسه نريد نعرفهم باعوهن وين ودوهن، غير نعرف راسنا من رجلينا. والله صحيح. يعني هاي للفقراء ودعاية انتخابية وقبل الانتخابات ومن 2019 وكل شيء ماك. هاي اللي الفيديو اللي وصلنا على فقرة أنت ترى، اللي استحدثتها قناة الرافدين حتى تعرضون على شاشة الرافدين أي شيء توثقوا. الفيديو يبين لكم الأشخاص اللي قدموا على قطع الأراضي والمحافظ أو المحافظة ما سلموهم أي شيء. ننتقل إلى فقرة أخرى وهي فقرة الهاشتاج. عندنا قضية جديدة أشعلت اليوم منصات التواصل الاجتماعي وهي مطار النجف. صدقوني أنا إذا أضحك لأن القضية مضحكة. الموضوع طفل عمره 10 سنوات اخترق كل تحصينات مطار النجف، يعني التفتيش والبورد والضباط الجوازات وعبار كل هذني. وصل الطيارة، هاي الطيارة على وشك أنه تقلع، يعني الطيارة مجهزة نفسها لسد البيبان حتى تطير وجهتها من مطار النجف إلى إيران. صعد على متن هاي الطيارة هذا الطفل اللي عمره 10 سنوات. فعليا هذا الطفل طلع مجدي، بلش يتسول داخل الطيارة وقام يجدي من الركاب بطيارة. وراء هذا الشيء فترة اتنبه أمن الطيارة وقام تعطيل الرحلة. تقريبا الرحلة تعطلت أكثر من ساعتين بسبب طفل عمره 10 سنوات يعبر كل تحصينات المطار ويصعد على طيارة ويقوم يجدي. المغردين تفاعلوا على منصة تويتر على هذا الأمر وغردوا تحت عدة هاشتاغات أبرزها هاشتاغ مطار النجف وانتقدوا هذا الأمر. راح نقرأ لكم بعض هاي التغريدات اللي اختاريناها لكم اليوم من منصة تويتر. مثلا بلسم العبيدي تقول بس خل نفتهم أمن المطار والمخابرات وأجهزة البوابات وموظفي الكاونترات وين؟ يعني طفل يقدر يعبر كل نقاط التفتيش بهالسهولة؟ لعد بهيج حالة الممنوعات اللي يوقف وراها قادة الميليشيات يدخلون وقدام عيونكم، وحتى أي ممنوع مسموح بهيج الستار وانفلات داخل المطار هاشتاغ مطار النجف. تعليق آخر أو تغريدة أخرى من ريمة تقول إش قد فشلة من العالم هو يقرأ خبر مهزلة مطار النجف. تخيلوا حجم اللامسؤولية وحجم الفضيحة، طفل يدخل للمطار والأمن نايم، تخيلوا لو شخص إرهابي شنو حيصير؟ يعني تخيلوا منو اللي يدخل ويطلع من العراق وأمن المطار نايم ورجليه بالشمس. يا أخي خلتونا نخجل نقول إحنا أمن العراق. هاشتاغ مهزلة مطار النجف. وتغريدة أخرى من علي فري يقول أي بلد يحدث هكذا خرق بحيث مطار دولي مثل مطار النجف يخترق شخص لأنه يريد أن يطلب المال بين قوسين القدية من المسافرين؟ أدري مطار قراج النهضة لو العلاوي همزين مصيح حب جقاير ألج هاشتاغ عيش وشوف. وتغريدة أخيرة من علي البيدر يقول العتاقة غير قادرين على بناء دولة، هم يشبهون المعول، قدرتهم الوحيدة تقتصر على هدم الدول والمجتمعات. هاشتاغ مطار النجف أموذج لحكم العتاقة. مشاهدينا الكرام، هاي أبرز ما حصل اليوم في العراق، ظهرنا لكم في برنامج صوتكم ملفاتنا الأولى وأيضا التغريدات الأخيرة عن مطار النجف. وأعتذر إذا ضحكت على قضية مطار النجف لكن القضية مضحكة. نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامجكم صوتكم باكر بإذن الله بنفس الموعد.